الحكومه ديال الشركه ديال ريشكوند كنطالبوا بالحق ديالنا اللي هو حق مشروع استفاده من هذا الصندوق ديال كوفيد. حنا كيقطعوا لنا الضمان الاجتماعي 200 درهم في الشهر على اساس ان راهم مصرحين بينا، لان الشركه مصرحه بينا عن الضمان الاجتماعي. ملي كنجيو نشوفوا ملي باش نستافدوا من ديك 200 درهم اللي كتجمع ونجيو نستافدوا، كنلقاو راسنا ان ما مصرحينش بينا، غير موهمين وصافي. المشكل اننا كنعانيو لان لا سي ان اس اس كيديروا لنا اقتطاعات ديال لا سي ان اس اس، اننا كيقطعوا لينا في الشهر من الصالير ديالنا كيقطعوا لينا فلوس، وها هي كما كتشوف ان عندنا 253 درهم، ها هي في جدوبي 253 درهم، كل شهر كيقطعوا لنا 253 درهم. ملي جينا دابا للواقع بغينا نستافدوا من هذا الصندوق هذا، كنلقاو راسنا بحال ما مصرحينش بينا، ما مصرحينش بينا، كيضحكوا علينا بهذه الكلمه، راه كيضحكوا علينا. سيروا كنمشيو للضمان الاجتماعي كنسولوا، كيقول لنا المشغل ديالكم ما مصرحش بكم. كنجيو عندهم كيقول لنا سيروا لا سي ان اس اس غتستافدوا، كيلوحوا فينا بحال شي كوره ما كنستافدوا من حتى شي حاجه. اللي مزوج وعنده وليدات عنده مصروف وشهر رمضان الكريم كيبغي مصروف، كيبغي المصروف انك تصرف مضوبل، انك كيبغي المصروف مضوبل. كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده الماء والضو، يعني الانسان راه الله يحسن العوان. الاخوان راه كيموتوا هنايا، راه كيموتوا، راه ما كاينش اللي عنده حتى درهم في جيبه، ومسكينة مكملة بالصبر. حشومة هادشي والله إلا عيب بالله. خويا حنا كعمار ريشبوند هادي هي المرة السادسة باش كنجيو هنايا. بغينا نستافدو حتى حنا بحالنا بحال الناس كنتفاجئوا، بقينا كنتسناو في لا سي ان اس اس، شوية كنتفاجئوا بأن راه مديكلاريش فينا هاد السيد. مشينا لا سي ان اس اس كيقولوا لنا راه المشكل من ريشبوند. ملي كنجيو ريشبوند كيقولوا المشكل من لا سي ان اس اس. ما فهمناش هاد السيد. بغينا يدير معنا شي حل الله يجازيه بخير. ماشي غيصدق علينا غيعطينا رزقنا، راه حنا كنضربوا تماره، راه كنفيقوا مع الربعه الصباح، بنادم باقي يلاه كيتقلب، حنا رفيقين كنضربوا في تماره، حشومه وعيب. والعواشر هادي كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده والديه مراد، عيب والله الا عيب، حشوم. عندي رساله وكنطالب بحقي جوج امور. الرساله ديالي الاولى والاخيره هي يعني الشعب المغربي هذا، والوقت ديال التضامن مع بعضياتهم. يعني كاينين الناس هنا كيطالبوا بحقهم، بارك علينا من ديك التفاهه، وبارك علينا من يعني كاينين شي امور اللي هي اولى انسان يعرف ما له وما عليه، اولى من التفاهه ومن بزاف د الحوايج. هذا هو الوقت ديال التضامن والتآزر ما بين الشعب المغربي اللي معروف عليه يعني من زمان، واخا طراو شي امور اللي ولا الشعب يعني ما كتحسش بداك التضامن. يعني دابا الرساله ديالنا بغينا توصل اعلى سلطه في البلاد، بغينا توصل جلاله الملك نصره الله، بغينا يعطينا يدير معنا حل. يعني هاد الناس راه كيف ما تشوف كيف ما قالوا الاخوان راه بزاف تلاعبات، امور ما مفهوماش، يعني كاين اختراق القانون. هذه الخلاصه اللي استنتجنا حنا فهاد الناس كاملين فهاد الوقفات كاملين اللي كنوقفوا، وباقي ما تلقيناش شي حل اخير، حل يعني قانوني. حنا كناس قانونيين يعني عندنا كونترا ديالنا، عندنا كونت في لا سي ان اس اس ديالنا، ولكن التعويضات ما خدينا والو. الناس مساكن مضرورين، كاين اللي عنده الوليدات مصاريف ديال الكرا، كاين اللي متغرب على دارهم كيعاون دارهم، حتى واحد باقي ما خدا حتى شي حاجه. التعويضات ديالنا قانونيه والحمد لله، كنثيقوا بجلاله الملك، كنثيقوا في الناس اللي عندهم غيره على هذه البلاد، المسؤولين ان شاء الله ياخذ الانسان حقه. هذا النهار ديال الجمعه كنطلبوا من الله، هو الله هو المعين، يعني كيبقى كل شيء الله هو المعين، كنطلبوا الحق ديالنا وصافي. هذا الشيء اللي كاين. حنا كعمال ديال ريشبوند هذا جينا لهنايا، ما هي المره الاولى، ما هي المره الثالثه، هذه السادسه في المرات كنجيو نطالبوا في رزقنا، باغيين حقنا من هذه الشركه هذه. حنا خدامين معاها، وقفونا في الحجر الصحي هذا نهار 17 في شهر 3، وملي وقفونا كنتسناو في الدعم ديالنا اللي دارتو لينا الدوله. ما كان كيديروا لنا كيخبرونا بانه حنايا ديكلارين بينا خدامين، حنا ما خدامين ما والو، وديكلارين بينا في الشهر 4 حنا خدامين، اذا ما وقع عندنا لا دعم لا والو في الكوفيد 19. بغينا نعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلاتهم ديكلاراو بينا وحنا ما خداميش. منين غادي يجينا حنا هذا المصروف ديالنا اليومي؟ منين غايجينا؟ اش غنوكلوا لوليداتنا؟ حنا بولادنا وبوليداتنا وخارجين مغامرين برواحنا ومغامرين بالناس اللي هما المحيط اللي دايرين بينا. شنو الذنب ديالنا حنا في العمليه هذه؟ هادو حنا دابا طالعين ثلاثه اشهر حنا مريحين، كنعانيو من المصروف اليومي، كنعانيو من الجوع والعطاش. رمضان داز عندنا ماشي هو هذاك. ملي غتجينا وانتم كتعرفوا رمضان في 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 المصروف وفتحت هذا الحجر الصحي هذا، منين غادي خاصك تخرج ما تدخلش؟ ولله الحمد لله لقينا سيدنا دار لنا الصندوق هذا، ولله الناس حرمونا منه، حنا اش غناكلوا؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.